يسعد صباح كل متابعي حياتك والطقس من طقس العرب في كل مكان. اليوم الأربعاء تبقى الأجواء باردة في عموم مناطق المملكة، ولكن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، ولكن في ساعات الليل المتأخرة سيتشكل الضباب في المناطق العالية. اليوم كيف رح يأثر هذا الطقس على نشاطاتنا وحياتنا اليومية؟ الأشخاص اليوم اللي حابين يطلعوا على جلسات خارجية أجواء جيدة وجميلة، للي حابين يطلعوا يقعدوا برا اليوم نهارا، واللي حابين يغسلوا السيارات وينشروا الغسيل أيضا أجواء ممتازة كونه الطقس جيد نوعا ما وأيضا ما في أي غبار في الجو. واليوم اللي حابين يطلعوا على البحر الميت أيضا أجواء جيدة ومناسبة مثل هذا النشاط، وأيضا التسوق ممتاز، ولكن فرصة وجود الناموس والحشرات في الجو رح تكون ضعيفة. كيف رح يأثر الطقس على صحتنا؟ على الأكيد مثل العادة رح نضل متأثرين بالأمراض الموسمية طول فصل الشتاء، مثل الإنفلونزا أو أهمها الإنفلونزا، البرد والرشح. على هاي النقطة رح أوقف شوي، رح أشرح لكم متابعينا على الكمامة، كيف نلبس الكمامة. في كتير ناس ما بيعرفوا إنه لبس الكمامة بيفرق إذا لبستوه من المنطقة الغامقة الزرقاء بتكون أو خضراء عادة، والمنطقة الفاتحة. رح أشرح لكم ليش لازم تلبسوها أو شو الطريقة الصح إنكم تلبسوا الكمامة. الطريقة الصح إنكم تلبسوا الكمامة رح تكون الجهة الغامقة برا، نحطها بهذا الشكل، رح تكون المنطقة الغامقة برا ومنطقة الفاتحة أو البيضة جوا. وهذا الحكي عم نحكي طبعا هو علم، لأن المنطقة البرة الزرقاء والخضراء بتطرد السوائل. لما متنفس الهواء اللي متنفسه بيحتوي على رطوبة، ورطوبة ممكن تكون محملة بالبكتيريا والفيروسات، والمنطقة البيضاء هي بتسحب أو بتمتص رطوبة اللي بتطلع من داخلنا من التم. المنطقة البيضاء بتسحب الرطوبة والمنطقة الزرقاء بتطرد السوائل، وفي منطقة بالوسط هي بتعمل حاجز لأنها تمنع دخول البكتيريا. إذا لبسناها من المنطقة البيضاء عملياً أنتوا رح تسحبوا الرطوبة اللي بالهواء اللي متنفسها، وطبعاً رح تدخل البكتيريا بشكل أسرع على رئتينا، ورح إحنا إذا كنا مرضين رح نعدي، وإذا كنا خايفين من الإصابة بالعدوى رح تنتقل هذه العدوى لإلنا. حابين نشرح لكم بشكل مبسط عن الطريقة الصحيحة والسليمة للبس الكمامة. منكمل مع نشاطاتنا اليومية وكيف رح يأثر الطقس البارد على حياتنا. طبعا رح نضل متأثرين مثل بالإنفلونزا والبرد والرشح، طبعا مثل ما حكينا رح تكون فرصة تأثرنا عالية، فمثل ما حكينا بعده عن الأجواء الباردة طبعا، وخليكم مدفيين وتناولوا كتير من السوائل اللي بتحتوي على فيتامين سي وأيضا المشروبات الساخنة. أيضا اللي بيعانوا من الجيوب رح تكون فرصة تأثركم عالية، ولكن اللي بيعانوا عفوا من الربو رح تكون فرصة تأثركم اليوم ضعيفة كونه ما في غبار في الجو. وكمان اللي خايفين انهم يصابوا بالصداع اليوم فرصه تاثركم بالجو البارد رح تكون ضعيفه. وايضا اللي بيعانوا من الروماتيزم خليكم بعاد عن الاجواء البارده والهواء المباشر بسبب البروده اللي رح تاثر على مرضكم. اللي حابين يطلعوا يمارسوا هوايات رياضيه خارجه مثل كره القدم والسله، الركض، المشي لمسافات طويلة، وأيضا الركوب على الدراجات الهوائية، اليوم أجواء ممتازة كونه الطقس اليوم جميل. اللي حابين يروحوا يسبحوا اليوم سواء في البحر أو في البركة الداخلية ما بننصحكم كون المياه لا تزال باردة. وأخيرا مثل العادة بدي أنصحكم تضلكم مدفيين ولابسين ملابس ثقيلة، وأيضا لبسوا أطفالكم أحذية مناسبة للمشي. لهون بدي أتمنى لكم نهار دافئ وجميل. إلى اللقاء.